الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أهلاً الأحباب في كفر قرع ومنطقة وادي عرة. يقول تعالى في كتابه العزيز: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أهلنا الأحباب في هذا البلد الطيب وفي منطقة وادي عارة بأسرها. كلمة شكر وإعزاز وإكبار أوجهها أيها الإخوة الكرام، ونحن على بعد ساعات بعد انتهاء المعركة الانتخابية وحصول القائمة العربية الموحدة على خمسة مقاعد. نسأل الله أن يثبت المقعد الخامس، ونحن بحاجة إلى دعائكم إن شاء الله رب العالمين. إخواني، تحية إعزاز وإكبار إلى كل أولئك الإخوة والأخوات في كفر قرع ومنطقة وادي عارة، وأخص بالذكر أهلنا الأحباب. تحية إعزاز وإكبار إلى كل الشباب، إلى كل الرجال، إلى كل النساء، إلى كل بناتي وأخواتي في كفر قرع الذين رأيتهم بالأمس يأتون ليدعموا القائمة العربية الموحدة، لنصنع الأمل معا، لنصنع أمل المستقبل، أمل مشرق لأبنائنا وبناتنا وأهلينا. أهلنا الكرام، أوجه تحيتي وشكري الجزيل إلى كل العائلات في كفر قرع، لأن دعم القائمة العربية الموحدة كان من جميع العائلات ومن جميع الأطياف. فلكم مني أهلي الكرام الذين أعتبرهم سندا لنا بعد الله، تحية الإعزاز والإكبار والشكر والثناء على موقفكم وعلى حضوركم. إلى كل أولئك الذين حضروا وجاهدوا أنفسهم بالحضور لإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل أبنائهم وإخوانهم ومجتمعهم، أقول لكم جميعا جزاكم الله عنا خير الجزاء، حفظكم الله ورعاكم، وعلى الخير سدد خطاكم. أهلنا الكرام، لا أنسى نساءنا وأخواتنا اللواتي كان لهن قسطا كبير بالأمس أيها الإخوة الكرام، جاهدنا كما يجاهد الرجال من أجل نصرة ودعم القائمة العربية الموحدة ونهجها الذي يعطي الأمل لأبناء مجتمعنا. أهلنا الكرام، لا ننسى أيها الإخوة الكرام أن أتقدم في هذا الوقت بالذات إلى كل الكوادر، إلى كل كوادر القائمة العربية الموحدة والذين عملوا جاهدين على مدار الأشهر السابقة في أن يجتهدوا ويعطوا من وقتهم من أجل دعوتهم ومن أجل قائمتهم، لعل الله عز وجل يغير الحال إلى أحسن حال. أيها الإخوة الكرام، الأمل معقود على الله ثم على أبنائنا أبناء هذا المستقبل. سنبني الأمل معا، سنحاول جاهدين بمشيئة الله عز وجل أن نصنع مستقبل أفضل لأبنائنا وبناتنا. إلى طلاب الجامعات، إلى أبنائنا الشباب الذين يطمحون بمستقبل نير، مستقبل من خلاله يبنون الأسر ويبنون البيوت، لعل الله عز وجل يأخذ بأيدينا. إخواني وأهلي في هذا البلد الطيب، شكرا لكم مرة أخرى باسمي وباسم القائمة الموحدة وباسم الحركة الإسلامية في كفر قرع. شكرا لكم يا أهل كفر قرع، شكرا لكم أهلنا في وادي عارة، شكرا لكم رجالنا ونساءنا أبناءنا وبناتنا. نسأل الله أن يحفظكم وأن يديمكم سندا لعمل الخير. جزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.